الملك محمد السادس نصره الله بعد برقية تعازي الرئيس غيني الاستوائية تيودور أوبيانغ على قبل الحديث اللي وقع اللي خلف عدد كبير من القتلى والجرحى. يقول الملك محمد السادس نصره الله في هذه البرقية اللي نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء باللي هو متأسس بزاف لهذه الحديثة حيت خلفت أضرار جسمانية ومادية. وعلى ذكر هذا الحدث اللي وقع في غينيا الاستوائية وبالضبط مدينة باتا الساحلية خلى عدد كبير من الحرائق في القاعدة ديال نقوم انتوما العسكرية وخلى بزاف ديال الإصابات منهم شي 98 القتلى وشي 600 أخرين إصابات عادية.